بضعة أيام فقط ويأتي رمضان الخير، وبينما أنت تنعم بموائد مليئة بكل ما تشتهي، هناك الكثير من المحتاجين في المخيمات ودول اللجوء. ستمر عليهم أيام كثيرة وموائدهم فارغة، إلا من خيالات وأحلام بواقع مختلف. تغيير هذا الواقع السيء بيدك أنت، تستطيع أن تدخل السعادة إلى قلوبهم. فقط أعطي مما تحب لمن يستحق.